متابعي صفحة إذاعة قسنطينة، إذا نتواجد بين شوطي المقابلة التي انطلقت قبل قليل وانتهت بالتعادل الإيجابي بين غانا وشقيق السودان. إذا نعيش وإياكم بعض أجواء الجماهير بهذه المنصة للجماهير، ممكن الأقرب من منصة الصحافة، ومعنا أحد المنظمين هكذا. تعرفوا عليك؟ أنا طلحي كريم. أيوا شوفوا مع الكاميرا طلحي كريم، المتطوع يعني في لوجيستيك، حكم عام لوجيستيك. ايوا يعني انا مع لوجيستيك متطوع. اجواء رائعه، قسنطينه زاهيه، عائلات. بيني بينك كريم، كنت تتوقع يجي الجمهور هذا؟ ما والله ما كنت متوقع. واش رايك في التفاعل تاعو؟ والله التفاعل والله غير شيء، واش نقول لك، اروع. عائلات، شوف ما شاء الله ما شاء قسم ترى في حله جيده. ان شاء الله يا ربي يكمل هكا ان شاء الله. والمقابله الجايه السودان مدغشقر، واش نقولوا للجماهير؟ لازم يتوافدوا، لازم نعطيو صوره قسنطينه، نعطيوها صوره مليحه، لازم نطلعوا لها من القيمه تاعها. الحمد لله هذه جابت قسنطينه، الحمد لله. لازم بكثره. اهم شيء ما خصكم والو في التنظيم، كل شيء منظم مليح. والله النظام على الكيف. يعطيكم الصحه النظام على الكيف، ويعطيكم الصحه طبعا. وحشكم على تطوعكم من اجل خدمه الوطن طبعا. الوطن هذه البلاد ان شاء الله هذه. وفيف لالجيري. فيف لالجيري. فيف لالجيري. يعطيك الصحه. يلا عوفي الابن تاعك هذا. ابني يلا تعرفوا عليك. ياسر طلحي. ياسر طلحي. عجبوك الجمهور يا ياسر؟ رائع. سيبورتي الموك ولا السياسي؟ سياسي. وشكون الجوار اللي شتيه في السياسي؟ هيا قدم له تحيه هنا بعد. كوكبو. شتي كوكبو؟ هو ما بقاش كوكبو ولا مازال؟ مازال كوكبو. مازال كوكبو الى مازال. قدام ماركا؟ 12. عام الاول؟ سنه ربعه بركا. وقال لك باباك ها ربعة. يلا واش نقولوا؟ 1 2 3 فيفا لالجيري. صحيت. يلا تبعني. نشكر الزميل حسام اللي راه معي في هذا النقل الحي. اذا كما تشاهدون جماهير رائعة تلتقط صور تذكارية داخل ملعب الشهيد حملاوي. كما تشاهدون ممكن رائعة هي الاجواء. اسالك بعد، ايش رايك في اللقاء؟ انا مع السودان. والله انت مع السودان؟ مع السودان. في السودان شكون اللاعب اللي تشتيه في السودان؟ رقم 10 نسيت كيف اسمه. مصطفى غربال. هذاك هو اسمه. غربال عبد الرحمن هكذا، محمد عبد الرحمن غربال. وش رايك في اللقاء؟ يعني كيفاش كان حسب رايك في الشوط الاول؟ كانت غانا متفوق عليها بشويه. بعد السودان دقيقه 35 ل 40 تفوق السودان. ومن 40 ل 45 غانا. وانت مع من؟ انا مع السودان. السودان. علاش انت مع السودان ماكش مع غانا؟ كيما درنا في ام درمان، كان بالك اش كاين في ام درمان. فروغ من هذه. فروغ من هذه. وهذا الصغير كوسمو؟ كوسمك؟ رسيل. هذا اخوك ولا؟ هذا ولد. وليدك. شحال تربح السودان؟ شحال تربح السودان؟ 3-1. 3-1؟ صعب ديك. يلا قال لكم يتوقع 3-1. يلا في واحد اخر. مساء الخير، تعرفوا ليك؟ انس سلاوي. كيف اسمك؟ سلاوي انس. انس. انت مع السودان ولا مع غانا؟ السودان. شوف مع الكاميرا، شوف مع الكاميرا. شكون تتوقع يربح في الماتش هذا؟ السودان. قد يربحوا؟ 2-1. 2-1. شكون يزيد الثاني؟ السودان. اللاعب ما تعرفش؟ انا عارف. غربال. قول لي غربال وخلاص. غربال. هي يلا. يلا يا غربال مركي يا غربال. يلا الاطفال هم بزاف اليوم. جيب. نعم رايحين يهضروا كامل. زيدوا نعطوا شويه. يا اروحوا هنا، اروحوا هنا. حسام دور منا. كيسالك جاوب هو. هي هذا الاول. مساء الخير. مساء الخير. تعرفوا عليك؟ معتز الحواسنا. معتز. شاهدت اللقاء والشوط الاول؟ هذا وين جيت. هذا وين جيت. واللقاء اللي فات حضرت له؟ تفرجنا. وش رايك فيه؟ عجبك؟ مليح. اجواء مليحه تقتل. وشكون مع من كنت انت؟ كنت مع مدغشقر ولا مع غانا؟ شيا. في اللقاء اللي فات مع مدغشقر. عجبوك مدغشقر؟ مليح. شحال توقع يخلص اللقاء هذا؟ 3-1. 3-1. لمن؟
السودان. راكم كامل مع السودان. عربي شجعوا بلد عربي جينا نساندهم وبات تنجح الدوره هذه في قسنطينه بربي ان شاء الله. طبعا. نساندوا بقوه لش اسمه مع الجو البروده وطقسوا منه وجينا من بعيد ونساندوا الوحده باه نديو بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله لاكم طافريك ننظموها لنا. ان شاء الله 2025 تبقى هنا. باذن تبقى ان شاء الله. اكيد التنظيم محكم جدا. نشكر شكرا لكم. زيدوا لنا رجال طويل هذا طلع لي هنايا فوق الدرجه باش تجي قدي. باش تولي طويل قدي شوف انا وياك ما بيناتناش. هاك قدي في الطال. كيف اسمك؟ عبد الجليل. عبد الجليل. شحال عمرك؟ 9 سنين. 9 سنوات. تفرجت الشوط الاول؟ نعم. الشوط الاول تفرجته؟ نعم. عجبك؟ ايه. شكون يعجبك السودان ولا غانا؟ السودان. السودان. وفرحت كي مركاو السودان؟ ايه. وقبيل درت معاهم الموجه ولا ما درتش؟ فرحت. درت الموجه؟ كيف درت؟ نعطيك درت الموجه. نعطي الموجه. الشوط الثاني اكيد لازم يمركي واحد فين باه يربح. شكون شكون يمركي؟ السودان. السودان. شكون يمركي اللاعب؟ اللاعب غربع. الغربع. غربال. هو يلا نزيدو نزيدو نستضيفو. انت قدي في الطول صح ماشي تمسخر. عبد الرحمن صح. مرحبا بك. تبع تبع اذاعه قسنطينه ولا متبعهاش؟ متبعها. شتي اذاعه؟ شياش. ما تشتيناش؟ شياش. سنه سنه هذا توش مستنه كما تشتيناش؟ شياش. هيا خلاص خلينا في وش تقول في اللي في الشوط الاول عجبك؟ عجبني. وش عجبك في الشوط الاول؟ الجمهور ولا اللاعبين؟ الجمهور واللاعبين. الجمهور واللاعبين. وانت كنت قاعد ليها ولا هنا تحت الظل؟ هنا. تحت الماء؟ تحت النو ولا تحت مخبي؟ بالصبر. الاخ مساء الخير. مساء النور. ندور الكاميرا. ايه. طبعا راك حاضر هنا اليوم واكيد جبت معك اللي رافقك. شكون اللي جا معك؟ جا معايا صديقي والاطفال تاعو. ولاد جمهور رياضي، جمهور حضاري، جمهور ماناش كيما يهضروا علينا في البلاطوهات. حنا ماذا بينا بربي ان شاء الله نقدموا صوره مليحه على قسنطينه ونشرفوا المدينه تاعنا بربي ان شاء الله ننجحوا الدوره هذه ان شاء الله. وماذا بينا ان شاء الله لاكوب دافريك الكان 2025 كليما لا في قسنطينه هنا ان شاء الله. وملعب جديد نطلبوا من السلطات ان شاء الله ملعب جديد منا من الولايات. ولا يزيدوا لنا طاج ثاني هنا ويغطيوه ثاني. باينة مش راح تصلح. حنا نطلبوا ملعب جديد ملعب عالمي من هم الملعب تاع براقي وهرن ان شاء الله. وهذا حق مشروع من هذه الجماهير الرائعة التي عشنا وإياها. سامحوني راح نروح للمنصة. أرواح معايا هنا صوروا معك نختم معاكم أنتوما. شو اسمك؟ تاقي. تاقية. تاقي الدين. موك ولا سياسي؟ سياسي ولا سياسي. وأنت؟ موك. موك؟ إيه. وأنتم أصحاب؟ إيه. شوف موك وسياسي أصحاب نورمال. نورمال. يلا راح نعاودوا نتلاقاوكم أكيد في رصد الأجواء ورصد كل كبيرة وصغيرة داخل أسوار ملعب شاهد حملاوي. كل الجماهير تنتظر في منتخب السودان من أجل تقديم الدعم والمساندة اللازمة. علم السودان هناك لو سمحت متواجد بالملعب وممكن أنصار كبيرة راهي ممكن تقف مع السودان وقفة رجل واحد. فنعود ونلتقي بعد حين. شكرا لكم على حسن المتابعة.